عبر أهالي مدينة الموصل عن دعمهم لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل في جهوده الخدمية المبذولة ومساعيه في إنهاء المشاريع المتلكئة في المحافظة. نلاحظ أعمار في مدينة الموصل وكثير من المشاريع، مجسرات، باركات. اليوم محافظ نينوى الجديد يعني يعمل بشكل ومجهود كبير للنهوض بواقع محافظة نينوى وانتشالها من الخراب والدمار التي عانت من تنظيم داعش الإرهابي. لكن اليوم نحن كأهالي مدينة الموصل نرفض الخلافات السياسية، المساومات السياسية من قبل مجلس المحافظة. والله سيد المحافظ اشتغل، يعني ما اشتغل من اليوم، احنا من قبل 7-8 سنوات اشتغل معانا هون باب الصراي من كام مدير البلدية، والله يابا يشتغل ألف خلاص طلع عنه. يعني هاي نترك المساومات، نترك احنا المفروض ندعمه، تدعمون السياسيين من اجل هاي المدينه. يعني هسه نهضه بالمدينه نهضه جيده جدا قوي بالمستشفيات بهالشوارع بها، يعني انا وعيشتغل يعني ألف خلاص طلع البيحة بعث ذولي المرضى على الخارج، يعني والله جزاه الله خير. المحافظه يعني عتتطور، اكو اعمار بيها ان شاء الله بالايام القريبه المطار راح يكمل. فالمفروض السياسيين فيدعمون المحافظ المصلحة المحافظة.